ربي بما اني حكينا على سامي الفهري، شو رايك من ايقاف سامي الفهري؟ شوف، كان نذكرك اللي انا وقت اللي كنت مدير عام استرولاب تي في كنت موجود في اللجنه الوطنيه لمديري المؤسسات الاعلاميه المطالبه باطلاق سراح سامي الفهري وقت اللي هو في سجنه الاولاني، وكنت نقولك وقتها وقت اللي هو السجن تحت حكم الترويكا، كنت نقول اللي نحن ماناش سعي ساعي ترشنو ساعي ماناش ساعي باش تدخلوا الحبس وتخرجوا وقت اللي تحب بطاقة اقتداع كذا قضاء يتم اطلاق سراحه يتم اطلاق سراحه. المشكلة في الناس هذوما أنهم هما يتلاعبوا مع النظام مع حركة النهضة أساسا، نهارة اللي يجيوا في صفها تعمل تحل لهم في الجنة ذريع، نهارة اللي يجيوا ضدها تهزهم للحبس. فبرجولية، ما دام أنت صاحبي تلعب مع أي نظام أنا مش مستعد ندافع عليك. برا العب مع أي نظام، مانيش فرد مبادئ مانيش فرد أفكار، أنت تكور عندك أساليبك وعندك أهدافك، أنا ما عندي فيك حتى دخل وما عنديش عليش داير شنو نعمل بيك وش تعمل بي في زوز. سجين سياسي تعتبره؟ لا با دي تو. سجين قضية؟ نو با دي تو. لا بعيد كل البعد. نعتبر أنه قاعدين يتلعبوا بالقضاء باش يتلعبوا به باش يرجعوا يخدموا به إعلاميا كما يحبوا هما. وننصحوا إذا كان يحب يسترجع ذاته ينأى بنفسه على هذايا، وما عندهم في الاخر بالكل ما يعملوا له كان ما عندهم عمل. أما ابعد وخذ موقف حقيقي، راهو التاريخ باش يعاود يعيد نفسه. واللي صار لك يا حبيبي وانت عمرك 40 مش بيك يصير لك وانت عمرك 50. الانسان يكبر.